للحديث في هذا الموضوع في المطالبات الشعبية بإيجاد وظائف والاحتجاجات على السياسة الحكومية في ملف البطالة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. سيد أحمد، مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا، حياك الله. تصعيد احتجاجي وسط الناصرية للمطالبة بإطلاق سراح معتصمين محتجزين منذ يوم أمس، وكذلك تظاهرات في عدد من المحافظات منها بغداد للمطالبة بالتوظيف، ألم تعد حكومة الكاظمي ومن قبلها حكومة عادل عبد المهدي بوعود التوظيف؟ فلماذا تأخروا؟ نعم، في الحقيقة يعني أصبح مشهد الخريجين العاطلين عن العمل ومظاهراتهم واعتصاماتهم أصبح يعني مشهدا مألوف في العاصمة بغداد وكذلك في بقية المحافظات العراقية وبالأخص المحافظات الجنوبية التي تشهد أكبر نسبة من العاطلين عن العمل، بالرغم من موجة هذه الاعتصامات والتظاهرات التي انطلقت منذ عدة سنوات، وإلا أن حكومة الكاظمي ومن قبلها حكومة عادل عبد المهدي ومن سبقتهم من الحكومات بقيت عاجزة عن حل هذا الملف الكبير الذي يمس بشكل مباشر الأمن الاجتماعي والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن العراقي. بقيت هذه الحكومات عاجزة لأنها لم تقم أصلا بأي خطوات جادة من أجل حل هذه المشكلة وتوفير الوظائف البسيطة التي يحلم بها كل خريج وكل مواطن عراقي. هذه الحكومات طبيعي أن تكون عاجزة لأنها لم تقم حتى بإصلاح مئات آلاف الدونمات الزراعية وتوفير فرص عمل، كما أنها لم تقم بإعادة الروح والعمل لآلاف المصانع العراقية التي أصبحت عبارة عن خربة. نعم. تلهو فيها الكلاب السائبة. كانت كل هذه الصناعة والزراعة العراقية، نعم، هي كفيلة بإيجاد فرص عمل عادلة للعراقيين. نعم. طيب، من ناحية أخرى سيد أحمد، نلاحظ أن القوات الأمنية من الملاحظ أنها تستمر في اعتداءاتها على المعتصمين وتقوم باعتقالهم، هل يمكن أن يحل القمع الأمني هذه المشكلة، طلبات أزمة المعتصمين والمتظاهرين؟ نعم، للأسف يعني بالرغم من الأسلوب والعاجز وعجز الحكومة العراقية عن تلبية مطالب هؤلاء المعتصمين والمتظاهرين، نجد أن هنالك تعاملا قاسيا من قبل القوات الأمنية مثل قوات الشغب وكذلك قوات الشرطة العراقية في تعاملها مع المحتجين والمعتصمين. نعم. نشاهد بشكل يومي قيام هذه القوات التي هي بالأساس قوات غير مدربة للتعامل مع المحتجين والمثول قواعد الاشتباك العادلة مع المحتجين. نجد أنهم يقابلوا هؤلاء المحتجين بقساوة كبيرة، وحتى أن هنالك العشرات من الخريجين المعتصمين قد تعرضوا لإصابات متوسطة وإصابات كبيرة، وآخرون أيضا تعرضوا للاعتقال. وعلى ما يبدو هو يعني هي أوامر وتوجيهات مركزية تصدر من حكومة الكاظمي من أجل قمع هذه التظاهرات ومنع انتشارها، وبالتالي عودة موجة الاعتصامات الشعبية. فكما تعلم أن يعني كانت اعتصامات الطلاب لكن لماذا تلجأ الحكومة للحل الأمني في كل الأزمات التي تواجهها وكأن ليس لديها بعض الحلول الأخرى التي يمكن أن تواجه بها تلك المشكلات؟ كما قلت لك، يعني لا توجد إرادة صادقة وإرادة مركزية صادقة من أجل توفير فرص عمل لجيوش العاطلين عن العمل، لأنه خزينة الدولة وأموال الدولة تذهب مباشرة إلى جيوب الفاسدين،
وتسيطر عليها أحزاب فاسدة مشاركة في السلطة. هذه الأحزاب تمنع إعادة تأهيل المصانع، تمنع المواطن نعم. العراقي من استصلاح الأرض والزراعة والقضاء على التصحر والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للعراقيين، كما أن هنالك وعي وهنالك قناعة لدى الحكومة الحالية ومن سبقها من أن استمرار مظاهرات الخريجين ستكون أيضا سببا آخر ل لكن على الرغم من ذلك أستاذ أحمد نعم, نعم على ذكر موضوع المظاهرات وبناء على ما تقوله الأمم المتحدة فإن عام 2019 كان هناك نحو 50,000 خريج وعين منهم فقط نحو 2000 خريج في ظل كل حالة وموجة الغضب التي حصلت، هل تعتقد أننا أمام موجة جديدة من التظاهرات يقودها هذه المرة حملة الشهادات الذين يطالبون الحكومة بالوظائف؟ نعم بالتأكيد، كما أخبرتك يعني كانت مظاهرات تشرين كانت بداياتها الأولى وطلائعها الأولى كانت مظاهرات طلابية شعبية انطلقت بالقرب من مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي، وبعد أيام فقط يعني انطلقت مظاهرات تشرين وحصل ما حصل من استشهاد أكثر من 700 شاب عراقي واختفاء آخرين واعتقال آلاف منهم. لذلك يعني مظاهرات الطلاب والمعتصمين والعاطلين على العمل والحنق الشعبي والغضب الشعبي الكامن اليوم في صدور العراقيين سيكون كفيلا مرة أخرى بخروج نعم. تظاهرات شعبية عارمة لا تبقي ولا تذر نعم. ولعل ما حدث في 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 تشييع الشاعر مظفر النواب أكبر دليل على أن الحكومة اليوم بشخوصها وبأشخاصها غير مرحب بهم في الشارع، وهنالك غضب شعبي عارم يكمن في صدور العراقيين. أشكرك جزيلا الصحفي العراقي أحمد الجميلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.